مشاهدينا اللي بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه وبيتابعونا ومصر جميله. يوم جميل على حضراتكم وعلى كل الناس اللي بتتابعنا النهارده في مصر جميله. صباح الخير. صباح الخير يا هند. الشوارع فاضيه بس المفروض النهارده المدارس رسميا بس. النهارده بدايه العام الدراسي الجديد 2016 2017. اكثر من 20 مليون طالب وطالبه هيبداوا الدراسه. عام جديد ان شاء الله يا رب يكون مليان بالنجاح والتفوق. وطبعا لازم يكون في استعدادات لبداية دخول العام الدراسي الجديد. كتير مننا طبعا ياسر ومن الولاد الصغيرين بيعملوا مشاكل كتير قوي خلال الصيف. مش مشاكل يعني معنى مشاكل، بيناموا متاخر ويصحوا متاخر، فتلاقي دايما اول اسبوع من بدايه العام الدراسي الدنيا ملخبطه جدا في البيوت. صح، وكنا اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع اللي فات بقى ازاي نجهز اولادنا للمدارس والجامعات وازاي انه عشان يتعودوا على الصحيان بدري، يبتدوا بقى من قبل الاجازه ما تخلص باسبوعين على الاقل ان هم يبتدوا يقللوا مواعيد النوم، يناموا بدري شويه عن الطبيعي بتاع الصيف علشان لما يجي وقت المدرسه يكون المواعيد بالنسبه لهم سهله، الصحيان بدري ما يبقوش فجاه كده لان نفسهم صاحيين تعبانين عشان صحيح طبعا متعودين على السهر وكده. طبعا امبارح وانا بتابع القنوات شفت الاعلام القدير الاستاذ اسامه كمال كان بيتكلم في برنامجه في المقدمه بيقول انه من كذا سنه كان كاتب كده بوست على الفيسبوك، حد لقى وهو ماشي في الشارع لقى طفل والطفل بيقول انا مش قادر ادفع المصاريف المدرسيه، فالراجل اعتبر يعني انه افتكروا بيشحد بيضحك عليه اي حاجه، بس لما ابتدى يسال على الموضوع لان في كتير جدا من الطلاب فعلا غير قادرين ان هم يدفعوا المصاريف الدراسيه بالرغم من هي مبالغ بسيطه. فعمل مبادره، وطبعا احنا بنتكلم على المبادره دي لانه احنا يهمنا ان الخير كله يعم في كل مكان. قال لو انت قادر وعندك المقدره ان انت تساعد حد ولو حتى بجزء بسيط او بمساهمه بسيطه جدا تقدر ان انت تروح في المدارس العامه تسال مين قادر على دفع المصاريف ومين غير قادر على دفع المصاريف. الغير قادر تقدر ان انت تساهم وتدفع. فبالتالي يعني اعتقد ان دي مبادره محترمه جدا 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 ومهم جدا ان احنا نتكلم عليها حتى ولو كانت طالعه من اعلامي اخر. مهم قوي ان احنا نتكلم ونقول احنا عايزين ننشر الخير في البلد، عايزين القادر يساعد الغير قادر لان التعليم اهم شيء. بالظبط، التعليم هو ده اللي بيبني اي مجتمع، ويا رب كمان احنا نشوف تطوير بقى في التعليم نفسه. ان شاء الله يعني بدايه سنه جديده نتمنى السنوات الجايه نشوف تعليم بمستوى اعلى، الطلبه يحسوا ان هم فعلا استفادوا من وجودهم في المدارس، وان المدرسين كمان يحسوا ان هم في بيئه تصلح يعني للعمل بأحسن الطرق، وإن هم يقدروا يوصلوا المعلومات اللي عندهم والعلم بتاعهم للطلبة ويفيدهم في مستقبلهم إن شاء الله. احنا ننسى اللي فات ونبدأ جديد إن شاء الله. سنة جديدة مليانة بالخير والتفاؤل والأمل. كل اللي يقدر يدي في مجال التعليم من فضلكم ابدأوا من النهاردة لأنه بالتعليم بتنهض الأمم، بالتعليم بتتقدم الشعوب، بالتعليم كل شيء بيتغير. من خلال التعليم والبحث العلمي كتير من مشاكل المجتمع بتتحل، فآن الأوان إن احنا فعلا نبدأ نركز في التعليم. انتوا كطلاب لازم تعملوا اللي عليكم وكمان المدرسين والأساتذة يعملوا اللي عليهم. مظبوط. نتكلم على حلقتنا النهارده بقى ان شاء الله، النهارده فقرات ان شاء الله يعني تعجب المشاهدين لانها فقرات متنوعه وكلها خاصه بالثقافه والفن. النهارده هيكون متابعه لمهرجان القاهره الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وبيشرفنا النهارده الاستاذ محمد بغدادي رئيس لجنه تحكيم مشاهده الاعمال المصريه، وبنرحب كمان في مصر مع الفنان والمخرج المسرحي الاردني الفنان علي عليان، هيكون معانا النهارده يعني نشارك معاه مسيرته الفنيه وكمان نتكلم عن المهرجان النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. فقرة تانية فقرة شوية فن ومن خلالها نستمتع مع بعض مع مطرب متميز وصوته جميل واغانيه بتبتسم بالبساطة. هيكون معانا المطرب المتميز سامح عامر، ودي هتكون فقرة يعني النهارده عندنا بس فقرتين في برنامجنا، فدي هتكون الفقرة الثانية. نطلع لفاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع على طول مع حضراتكم نواصل لقائنا ومطرب.